نشرتنا إخبارية مفصلة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: ضبط 23,000 طن من مادة القهوة الخضراء المستوردة المخزنة على مستوى الموانئ الوطنية والموجهة للمضاربة وخلق الندرة. فخر الأمة ودرع الوطن تعنون افتتاحية مجلة الجيش، وتؤكد أن تثبيت دعائم الجزائر وتعزيز مكانتها المرموقة إقليميا ودوليا مسؤولية عظيمة نتحملها جميعا حفاظا على أمن واستقرار الوطن. تأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي للإنهاء السريع وغير المشروط للاستعمار في الصحراء الغربية بجميع أشكاله خلال أشغال مؤتمر جنيف الدولي المخلد للذكرى 64 لاعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. تم اليوم ضبط 23,000 طن من مادة القهوة الخضراء المستوردة كانت مخزنة على مستوى ميناء الجزائر، لم يقم أصحابها بإجراءات الجمركة بنية مبيتة تهدف إلى خلق الندرة في السوق الوطني وإضعاف الاقتصاد الوطني. عملية نوعية وقف عليها اليوم وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني رفقة المدير العام للجمارك عبد الحفيظ بخوش، ولوضع حد للعصابات التي تنشط بهدف ضرب استقرار السوق الوطنية. تم حجز جميع الكميات. الدولة أعطت كل الرخص اللي ممكن أن المستهلك يعني يكون في سعة من أمره، والمستورد يجيب هذه المواد في أقصى يعني في أسرع أسرع الظروف. للأسف اليوم عندنا على المستوى الوطني 23,000 طن يعني تم استيرادها بأموال يعني وبترانسفير ديفيز تاع الجزائر. 23,000 طن تتمثل في تقريبا 100 ولا 1200 حاوية على المستوى الوطني. جابوها خلاوها كدسوها قاعدة في الموانئ الجزائرية في ميناء الجزائر وحده. اليوم كاين ما يفوق 6,000 طن من هذه المادة الضرورية، واللي اليوم راهي تعرف تذبذب في الكثير من الأسواق الجزائرية. جابوها ما حبوش يخرجوها، لماذا؟ لعدة أسباب للأسف. السبب الأول هو أنه مضاربة، وهذا الناس حابين يضربوا الاقتصاد الوطني، حابين يفشلوا الاقتصاد الوطني. ثانيا هي قرارات سياسية من طرف هؤلاء الشبكات الإجرامية اليوم اللي راهي تمتهن الإجرام والمضاربة في السوق الوطنية. المنظومة اللي درناها منظومة الأرساس تمكن أي متعامل اقتصادي أنه قبل وصول السلع يقدر يدير التصريحات نتاعو. ولكن اللي شفناه حنايا اللي رانا نشوفوه كما تفضلوا وتكلم السيد معالي الوزير، الناس عندها نية مبيتة ما حبتش تدير التصاريح نتاعها. يعني واحد يبقى من شهر سبتمبر حتى الوقت الحالي، وش هو المقصود؟ إذا كان الآن المنظومة بالهاتف النقال نتاعك من بيتك تقدر تدير التصريح، علاش ما نداروش التصاريح في وقتهم؟ فخر الأمة ودرع الوطن، هكذا عنونت مجلة الجيش افتتاحية عددها الأخير، حيث تناولت الاحتفالات المخلدة لذكرى 70 لاندلاع ثورة التحرير المباركة، وأبرزها الاستعراض العسكري الكبير الذي نظمه الجيش الوطني الشعبي يوم الفاتح نوفمبر الماضي، الناجح بكل المقاييس بالنظر إلى رمزية الزمان والمكان وبما تضمنه من دلالات ورسائل قوية. افتتاحية المجلة ذكرت بتأكيد رئيس الجمهورية في هذا اليوم المجيد حرصه الشديد على أن يكون الاستعراض العسكري في مستوى أبعاد ورمزية الذكرى 70، معبرا عن تعزيز الرابطة المقدسة بين الشعب وبناته وأبنائه في الجيش الوطني الشعبي الذين هم من صلبه يعملون بحس وطني عال وبالتزام ثابت ووطنية خالصة. كما
أكد سيد الفريق أول سعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن تنظيم هذا الاستعراض العسكري المتكامل بقواته البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي عن الإقليم قد أعطى صورة مشرفة للجيش الوطني الشعبي وللجزائر، وقد أردنا أن نكون من خلاله في مستوى الذكرى 70 لاندلاع ثورتنا التحريرية المباركة التي كانت وستبقى إحدى أعظم المحطات الكبرى في تاريخ الإنساني المعاصر. واختتمت مجلة الجيش بأن تثبيت دعائم بلادنا وتعزيز المكانة المرموقة التي باتت تتبوأها إقليميا ودوليا هي مسؤولية عظيمة نتحملها جميعا حفاظا على أمن واستقرار الوطن. ترأس الوزير الأول نذير العرباوي اليوم اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع قانون يتعلق بالتأمينات في ضوء التوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية والمتعلقة بتعزيز حوكمة وضبط قطاع التأمين وتوسيع مجالاته لضمان التكفل بمختلف المخاطر المستجدة والناشئة، فضلا عن تحسين الخدمات المقدمة للمؤمنين لا سيما عبر تكريس البيع عن بعد لمنتجات التأمين والتأمين الرقمي. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مراقبة العمران وإشكالية البنايات غير المتمم إنجازها، تضمن عدة محاور استراتيجية لتعزيز مطابقة المشاريع وضمان تطور متجانس للفضاءات الحضرية بما يوفر بيئة حضرية عصرية للمواطنين ويضمن الحفاظ على الهوية المعمارية الوطنية. وفي إطار العروض القطاعية المتعلقة بوضعية الخدمات والمرافق العمومية، استمعت الحكومة إلى عرض حول تحسين وعصرنة المرافق العمومية التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. تضمن التدابير المتخذة لعصرنة تقديم الخدمات وتعميم الرقمنة بهدف محاربة البيروقراطية. هذا وواصلت الحكومة دراسة الإطار التنظيمي المتعلق بنشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية والذي يهدف إلى تشجيع المنافسة وترقية احترافية الناشطين في هذا المجال. تحيي الجزائر اليوم محطة حاسمة في تاريخ الكفاح المسلح للشعب الجزائري. مظاهرات 11 ديسمبر 1960 التي جسدت بطولات شعب أنهى بملاحمه الخالدة خرافة الجزائر فرنسية. وإحياء للذكرى أشرف اليوم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا على مراسم الاحتفال بالذكرى بساحة المقاومة بالعاصمة، حيث وضع إكليل من الزهور وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني وأعضاء الكشافة الإسلامية الجزائرية ووالي ولاية الجزائر. وبالمناسبة ذاتها تم تنظيم ندوة تاريخية بحضور أساتذة وطلبة وثلة من المجاهدين. إن مظاهرات الشعب كانت وقفة قوية المغزى، عظيمة الاعتبار، صريحة الهدف، بالغة في ترجمة تلاحم الشعب الجزائري مع قيادته، كما كانت على نطاق آخر وبتبعاتها المسؤولة عن جانب من المسارات المبدئية التي تأسست عليها مواقف الجزائر المستقلة في مساندتها للقضايا العادلة وحق تقرير المصير والتزام مبدأ تصفية الاستعمار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب والأمم. وإحياء للذكرى نظمت جمعية مشعل الشهيد منتدى الذاكرة ندوة تاريخية تناولت الاحتفالية بتنشيط محاضرات حول الصدى الإعلامي والدبلوماسي للمظاهرات تكريما للمجاهد الرائد محمد بوسماحة مسؤول منطقة الجزائر العاصمة. المنتدى نشطه أساتذة جامعيون متبوعا بشهادات حول الفقيد.
تحيي الجزائر اليوم إذن الذكرى 64 لمظاهرة 11 ديسمبر 60 900 و1000، والتي خرج حينها الشعب الجزائري في مظاهرات حاشدة جابت مختلف المدن والقرى لرفع شعار الجزائر المستقلة وإسقاط وهم الجزائر الفرنسية إلى الأبد. وكانت صرخة الشعب الجزائري آنذاك مدوية، ولا يزال صداها يتردد إلى غاية اليوم كالمسمار الأخير في نعش المستعمر الفرنسي الغاشم. يقول سليم حمادي: يومها كانت فرنسا الاستعمارية تلهم العالم عبثا وبهتانا بشعارات الحرية وحقوق الإنسان والعدالة، قبل أن تغرقها هذه الحشود الجزائرية الغاضبة المنتفضة من رحم الظلم والقهر، تغرقها في سيل أكاذيبها وأراجيفها، ومن ثم ألقت بها إلى مزبلة التاريخ. 11 ديسمبر العام 1960 انتدب الجزائريون خيرة أبنائهم في وجه المعتدي القبيح، يصدحون حرية وعدالة حقا في كل شارع وحي وزقاق، فيما جردت لهم فرنسا الحرية والعدالة الزائفتين، جردت لهم وبكل حقد ينافي الشرائع والأعراف أعتى مجرميها من العساكر والبوليس لقمعهم دون رحمة أو إنسانية. أحداث أعلت كعب الجزائريين المظلومين وأوقفت فرنسا الاستدمارية على ساق ونصف الساق أمام العالم، بعدما محى شباب الجزائر بصدورهم العارية وبالدم حبرة قاريرها المدججة بالمغالطات والتشويه للحقائق للعالم. لحظتها انتبه ذات العالم الذي غيبته فرنسا في النوادي وأروقة الأمم المتحدة بشعاراتها المضللة حينا من الدهر عما يحدث في الجزائر من فضائح ضد الإنسان وحقوقه، فكانت فضيحة باريس بجلاجل وسقطت كل أقنعتها لينكشف وجهها الاستدماري وما أقبحه من وجه. وقد صار اليوم للإنسانية أيضا بردعة يركبها عبيد الأهواء والمطامع ليرفسوا الإنسان والأوطان باسم حرية حقوق الإنسان. وقع مجمع سوناتراك اليوم بمعية المديرية العامة للغابات على بروتوكول اتفاق بين مجمع سوناتراك والمديرية العامة للغابات تتعلق بمشروع تشجير واسع على مدار 10 سنوات. البروتوكول يهدف إلى غرس أكثر من 423 مليون شتلة عبر الوطن قصد إنشاء بواليع كربون طبيعية معتمدة، وذلك في إطار استراتيجية مجمع سوناتراك في مجال المناخ. في جو مهيب وري الثرى بعد ظهر اليوم بمقبرة العالية بالعاصمة جثمان المرحوم المدرب الوطني الأسبق محي الدين خالف الذي وفته الملية أمس عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع طويل مع المرض. الجنازة حضرها إلى جانب عائلة الفقيد شخصيات ووجوه رياضية. هذا وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد بعث برسالة تعزية إلى عائلة الفقيد والأسرة الرياضية عامة، واصفا إياه بصانع أمجاد المنتخب الوطني، فضلا عن دماثة أخلاقه ووفائه لنهجه الرياضي الوطني. اليوم بلغت رسالة تعزية من طرف رئيس الجمهورية لعائلة المرحوم محي الدين خالف. كما قلت، محي الدين خالف رمز من رموز الكرة الجزائرية، مسيرة تاريخية طويلة من التميز والنجاح، بدايتها كلاعب ثم مدرب وأيضا ناخب وطني حتى آخر محطة كمحلل رياضي، كان دائما في التميز. رحم الله الفقيد واسكنه في ساحة جنانه. كنت توشيك قبل الدفناء بزاف، من كشت هذا الغاشي ريحت، عطاوني هيك جاوبوني واش ربي عطا جنازة كما يستاهلها كما يحبها. اليوم ودع لي أسطورة قمم في تاريخ
كرة القدم الجزائرية. محيدين خلف بدا المشوار تاعو في شباب القبائل، كمل المشوار تاعو في شباب القبائل. محيدين خلف ايضا صنع اجيال في المنتخب الوطني الجزائري. فقدنا قامة من قامات الرياضة الوطنية، كان انسان يعني يحب وطنه، وانا شخصيا هو اللي كان وراء انتدابي لفريق شباب القبائل، وساعدني شخصيا كثير وساعد عدة لاعبين. نتمنى له الرحمة، نحن إن شاء الله ربي والصبر للعائلة تاعو. إن لله وإنا إليه راجعون. نظمت اليوم حركة مجتمع السلم ندوة حقوقية موسومة بمصداقية حقوق الإنسان في الأزمات الدولية. فلسطين أنموذجا، وذلك بمناسبة أحياء ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 بحضور رئيس الحركة عبد العالي حسان الشريف وممثلين عن حركة حماس الفلسطينية بالجزائر، إلى جانب أساتذة في التاريخ، حيث تطرق المتدخلون إلى واقع حقوق الإنسان من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تسليط الضوء على الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 4 ديسمبر الجاري إلى 10 من الشهر نفسه العديد من العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. ففي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود الميدانية لمصالح الأمن التابعة للجيش الوطني الشعبي، سلم كل من الإرهابي المسمى بياوي شافعي المكنى أبو طاهر والإرهابي المسمى فلان علي نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بناحية العسكرية 6، وبحوزتهما مسدسان رشاشان من نوع كلاشنيكوف و9 مخازن ذخيرة مملوءة وأغراض أخرى. في سياق ذاته، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 36 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 12 قنطارا و31 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 1.6 كيلوغرام من مادة الكوكايين و1,235,506 أقراص مهلوسة خلال عمليات أخرى عبر التراب الوطني. وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعنقزام وجانت وإليزي، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 596 شخصا، وضبطت 49 مركبة و384 مولدا كهربائيا و337 مطرقة ضغط و5 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. كما تم توقيف 23 شخصا آخر وضبط 4 بنادق صيد و21,940 لترا من الوقود و83 قنطارا من مادة التبغ، بالإضافة إلى 21.30 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. من جهة أخرى، أحبط حراس وسواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، وأنقذوا 480 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 20 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
عملا بالقوانين المتعلقة بحرق وإتلاف المخدرات على اختلاف أنواعها وعلى غرار عدة عمليات أخرى تم أمس بوادي سلي بولاية شلف بالناحية العسكرية الأولى وبحضور السلطات المدنية والأمنية المحلية والجهوية تنظيم عملية وطنية لإتلاف هذه السموم وحرقها، وذلك بعد أن تم تجميع كل المخدرات التي تم حجزها عبر كامل التراب الوطني من قبل وحدات الجيش الوطني الشعبي، الدرك الوطني، الأمن الوطني، وكذا مصالح الجمارك الجزائرية. هذه هي العملية التي تمت تحت إشراف اللجنة المختصة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي يترأسها ممثل السلطة القضائية المختص إقليميا، عرفت إتلاف وحرق ما يقدر بعشرة أطنان وخمسمائة وستة وستين كيلوغراما وثمانية غرامات فاصلة ثمانية وعشرين من مادة الكيف المعالج والقنب الهندي وخمسمائة وتسعة وعشرين كيلوغراما و928 غراما فاصل 53 من المخدرات الصلبة كوكايين وهيروين و11,005,388 قرصا مهلوسا فاصل 263 و92 كيلوغراما و719 غراما فاصل 78 من المؤثرات العقلية على شكل مسحوق و8 لترات و65 ملي لترا من المؤثرات العقلية على شكل سائل. تجدر الإشارة إلى أن عملية إتلاف هذه المخدرات تمت باحترام شروط السلامة ومراعاة حماية البيئة بالتقيد بالأطر والآليات التطبيقية لمثل هذه العمليات، حيث تم وزن وجرد كل المحجوزات وختمها من قبل مصالح الضبطية القضائية ممثلة في الدرك والأمن الوطني وكذلك السلطات القضائية لتتم عملية نقلها ومرافقتها إلى القيادات الجهوية ومنها إلى ولاية شلف مكان تنفيذ عملية الإتلاف، حيث تم فتح الأختام وجرد المحجوزات بحضور مختلف المصالح الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية وإتلاف هذه المخدرات وفقا للتقنيات والمعايير القانونية. هذه العملية الوطنية التي جاءت بعد تنفيذ عمليات أخرى مماثلة على المستوى والجهوي تؤكد مرة أخرى على المجهودات الوطنية المبذولة في مجال مكافحة المخدرات من خلال التواجد الميداني المستمر والفعال لمختلف التشكيلات الأمنية التي تعمل دون هوادة لإفشال جميع محاولات إغراق بلادنا بمختلف هذه السموم خاصة عبر حدودنا الغربية. تم اليوم معاينة والتجميع ما قيمته على مستوى المصنع وتقدر ب 10 أطنان و 570 كيلوغرام و 708 غرام من الكيف المعالج. فيما يخص المخدرات الصلبة الهيروين والكوكايين فقد تم تجميع 529 كيلوغرام و 928 غرام فاصل 53. أما بالنسبة للمؤثرات العقلية المتكونة أساسا من البريغابالين، الترامادول والإكستازي وغيرهما فقد تم تجميع 11,388,263 قرص. أما بالنسبة للمؤثرات العقلية على شكل مسحوق فقد تم تجميع 92 كيلوغرام و719 غرام. أما بالنسبة للمخدرات المؤثرات العقلية المتواجدة في شكل سائل أو سائلة فقد تم تجميع 7 لتر و285 مليلتر. هذه الكميات تم حجزها في ظرف وجيز ابتداء من يوم 28 أكتوبر 2024 إلى غاية يوم 5 ديسمبر 2024، وهي تعبر بحق وصدق عن حجم المجهودات المبذولة من طرف مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي والمصالح الشرطة والجمارك الجزائرية. أيضا تعبر عن اليد الحديدية والقبضة الحديدية التي تحكمها جميع المصالح على المهربين هؤلاء. الخامسة متواصلة وتتابعونا في اقتصاد اليوم. دور المناولة في دعم نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير النسيج الصناعي في البلاد.
الآن يتجدد موعدنا مع النشرة الاقتصادية في تقديمها نور الدين رابية، أهلا بك. شكرا لك يا أميرة. مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية، تفاصيلها بعد هذا الجينيريك. مشاهدينا أهلا بكم إلى نشرة الاقتصاد. بداية، استقبل وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بالجزائر العاصمة، استقبل وفدا عن الشركة الألمانية سيمنس للطاقة يقوده نائب الرئيس التنفيذي للشركة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديتمار جوزيف سيسدوفر، حيث تم التطرق إلى فرص تعزيز الشراكة مع القطاع الطاقوي الجزائري. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية التي تربط شركة سيمنس للطاقة بالشركتين الوطنيتين سونالغاز وسوناتراك، مؤكدين أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تم تطويرها بين الأطراف خصوصا في مجالات النقل والتحويل الكهربائيين وتطوير الطاقات الجديدة. في موضوع آخر، تتوفر ولاية عناب على نسيج صناعي ثري ومتنوع وتحتوي على مؤسسات ناشئة في مجال المناولة، برزت في مجال معالجة المعادن وتحويل الأخشاب ومشتقاتها، وقد راجع هذا النوع من الإنتاج بالنظر إلى متطلبات سوق البناء الذي تشهده الجزائر. يقول نور الدين بن عبسة. تعكف هذه المهندسة المعمارية على تصميم الأثاث حسب آخر اتجاهات الذوق، وبورشة النجارة يحول العاملون قطع الخشب إلى تشكيلة من أصناف الأثاث وتوريدها إلى أصحابها أو إلى المقاولين أصحاب مشاريع السكن الترقوي بعد إبرام الصفقات. السكن الآن سواء السكن العمومي ولا السكن الاجتماعي أصبح سكن يليق يعني بقيمة المواطن الجزائري، أصبح سكن مؤتد، إذن المجال صار مفتوح لما لا في آفاق 2026-27 نورمالمون نروحوا للتصدير. هنا بهذا المصنع تعمل الخطوط على إنتاج الصفائح الفولاذية عبر مراحل مختلفة لتشكيل الألواح وملئها بالصوف الصخري ثم بلمرتها قبل ربط الطبقات معا لتستجيب لمواصفات أنظمة عزل المباني واستخدامها في الغرف الصحراوية والبناء الجاهز. اما مونطوني لقينا باللي كان فيها الاستيراد اكثر من الانتاج، هذا هو الشيء اللي خلانا نروحوا للتصنيع نجيبوا الماده الاوليه من مصنع الحجار والقالون ساندويتش نجيبوها من الخارج. على بعد 20 دقيقه على الطريق السيار شرق غرب، فيها مطار، فيها ميناء، وكذلك ما نساوش انها توسط البحر الابيض المتوسط، يعني احنا استغلينا هذا كل القوى، رديناها دوافع للاستثمار. إمكانات اقتصادية كبيرة تتمتع بها عنابة، واستغلالها يوفر آفاقا واسعة لتنمية النسيج الصناعي المتكامل. في الاستثمار الفلاحي، تعد الجزائر من أهم الدول المنتجة للحمضيات في شمال إفريقيا بفضل مناخها المتوسط وتنوع تربتها، لتشكل شعبة إنتاج الحمضيات مصدرا مهما للدخل الوطني، فاتحة بذلك أبوابا واعدة نحو التصدير بفضل استخدام تقنيات متطورة واعتماد سياسات زراعية حديثة. عبد الفتاح دراري. إنتاج الحمضيات في الجزائر يتجاوز كونه نشاطا زراعيا، فهو دعامة اقتصادية أساسية تسهم بشكل كبير في الناتج الزراعي الوطني. مع إشراقة الصباح الأولى على هذه السهول الخصبة، تتمايل أشجار الليمون والبرتقال تحت أشعة الشمس الدافئة. ها هي الثمار تنبئ بموعد قطافها، إنها اللحظة التي لطالما انتظرها المزارعون. من لافة تاع مرس، وهنا معها بالجهود تاعنا وكاينه جوده عائله الله يبارك. عندنا على مستوى الوطن تقريبا 80,000 هكتار، يعني كل عام رانا نزيدوا في المساحه. وصلنا تقريبا 18 مليون قنطار، هذا يعني منتوج جدا. بعد قطفه وفرزه تبدا رحله طويله لهذا المحصول،
حيث ينقل جزء كبير منه إلى الأسواق الوطنية، بينما يوجه جزء آخر إلى الصناعات التحويلية لاستغلال الفائض وتحقيق قيمة مضافة. الصناعة التحويلية قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني بالأساس في ما تضره على الاقتصاد الوطني، وأهم من هذا ما تضره من الجانب الاجتماعي هو توفير اليد العاملة لهذه الوحدات. لا تتوقف رحلة الحمضيات هنا، بل تتعداها إلى أفاق أوسع نحو التصدير، فمع جودتها تفتح أبوابا جديدة نحو الأسواق العالمية. لي زاغروم بصفة عامة يسمى الواحد بلي زاغروم، الواحد كيما الواحد لي زورونج لي كليمونتين لي سيترون هذوك الكل لي بامبلوموس ثاني، سي سون دي برودوي كي سون تري دوموندي بحتى ليترونجي. حنا البرودوي تاعنا كي يذوقوا الواحد يبيع روحه وحده. عندنا حوايج نديروهم، عندنا دي سومي نقدروا نهبطوهم، عندنا الواحد دي باتو الحكومة قاعدة تهبط فيغ نواكشوط وبشوية بشوية قاعدة تهبط، دونك هذه كل سي دي بوتونسيال. هكذا تختتم الحمضيات الجزائرية رحلتها كسفيرة للعلامة الجزائرية، حاملة معها رؤية اقتصادية متكاملة ترسم الطريق لتحقيق الأمن الغذائي. نبقى في المجال الفلاحي، وهذا عرض لأسعار سلة بعض المنتجات الفلاحية التي سجلت اليوم. دوليا، توقعت شركة فولكافيه إحدى أكبر الشركات البني في العالم أن تنتج البرازيل الموسم المقبل أزيد من 34 مليون كيس من حبوب أرابيكا الممتازة، وذلك بانخفاض يقارب 11 مليون كيس مقارنة بتقديرات شهر سبتمبر وفقا لعرض تقديمي اطلعت عليه بلومبرغ. ونتيجة لذلك يتوقع أن يشهد إنتاج القهوة العالمي عجزا قدره 8.5 مليون كيس في الموسم المقبل من عام 2025، بما يعد خامس عام على التوالي من العجز في سابقة لم تحدث منذ ما يقارب 50 عاما. حذر قول وزراء منتدى الدول المصدرة للغاز من الدعوات المنادية بوقف الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي، مشيرين إلى أن شح التمويلات قد يعرقل الأمن الطاقوي العالمي، كما أن الدعوات لتعليق الاستثمارات غير حكيمة وستؤدي إلى تقويض الأمن الطاقوي، فيما يمكن أن يزيد خفض الاستثمار في مجال الغاز من حدة تقلبات السوق الطاقوية، مما يعيق التقدم نحو أهداف خفض الانبعاثات العالمية. وصلت أسعار النفط الخام تعزيز مكاسبها الواضحة ولليوم الثالث على التوالي، بالتزامن مع حالة التفاؤل بالأسواق لارتفاع الطلب الصيني على النفط الخام على أساس سنوي للمرة الأولى في 7 أشهر، في انتظار صدور التقريرين الشهريين لمنظمة أوبك والوكالة الدولية للطاقة. وارتفعت أسعار العقود الأجل خام برنت ب 1.21% لتسجل 73 دولارا و06 سنتا للبرميل، كما ارتفعت أسعار العقود الأجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 69 دولار و48 سنتا للبرميل. حافظت أسعار الذهب على قربها من أعلى مستوى في أسبوعين من تعاملات اليوم على خلفية التطورات الجيوسياسية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب ب 0.41% لتسجل 2729 دولارا للأوقية، كما ارتفعت أيضا أسعار العقود الفورية للذهب لتبلغ 2699 دولارا للأوقية. ختام أخبار الاقتصاد بعرض لأسعار صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري.
مشاهدينا نهاية هذه النشرة الاقتصادية، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الخامسة متواصلة، وأعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة لانتهاك جيش الكيان الصهيوني لسيادة سوريا والاعتداء على أراضيها بعد استيلائه على المنطقة العازلة في الجولان المحتل، والإعلان عن إلغاء اتفاق فض الاشتباك الذي وقع عام 1974، مستغلا الظروف الحالية التي تمر بها سوريا وحالة عدم الاستقرار في المنطقة لفرض أمر واقع جديد يتماشى مع السياسة التوسعية والاستيطانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني. كما تستنكر الجزائر الاعتداءات المتكررة لجيش الاحتلال ضد المنشآت والمؤسسات السورية والتي استفحلت في الآونة الأخيرة، وتؤكد الجزائر على موقفها الثابت الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وحقها الشرعي في استرجاع الجولان المحتل وفقا للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة. فإنها تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد يحفظ أمن وسلامة ووحدة الأراضي السورية. تستضيف الأمم المتحدة في جنيف اليوم مؤتمرا دوليا لإحياء الذكرى 64 لاعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طالب بالإنهاء السريع وغير المشروط للاستعمار بجميع أشكاله. يأتي المؤتمر في وقت لا تزال فيه 17 منطقة مصنفة كأقاليم غير متمتعة بالاستقلال، بما في ذلك الصحراء الغربية التي تسعى للحصول على حقها المشروع في تقرير المصير. المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية احترام القانون الدولي لتعزيز السلام العالمي والعدالة، كما سيركز على تقييم التقدم المحرز منذ اعتماد القرار 2514، مع إلى اهتمام خاص لقضية الصحراء الغربية بوصفها من أبرز الأمثلة على استمرار الاستعمار. ولمزيد من التفاصيل نربط الاتصال بمفادة التلفزيون الجزائري إلى جنيف خليدة حاج جلالي. خليدة، المؤتمر يشهد حضورا قويا ونوعيا ويقف على قضايا ومطالب هامة في مسار نصرة القضية العادلة وتصفية الاستعمار الجائر على الأراضي الصحراوية. ما أبرز محاور التدخلات وماذا عن المكاسب التي حققتها القضية إلى غاية اليوم؟ نعم بالطبع، لازالت أشغال المؤتمر الدولي لمساندة الشعوب المستعمرة متواصلا هنا بمقر الأمم المتحدة بجنيف. المداخلة في مجملها كانت قيمة جدا، وتخللتها كل مشاهد الانتصار التي حققتها القضية الصحراوية على أرض الواقع. هذا فيما طالب المتدخلون بضرورة تسليط الضوء على احترام وتطبيق القانون الدولي بالأراضي المحتلة، أيضا من الزاوية الاقتصادية من خلال نهب ثروات الشعب الصحراوي المستمر من خلال الاتفاقيات التي ألغتها محكمة العدل الأوروبية. إذن كما قلت، النقاش متواصل هنا بمقر الأمم المتحدة جنيف، وسنوافيكم بالمزيد لاحقا. نعم، شكرا لك خليدة حاج جلالي على كل هذه التفاصيل، كنت معنا على المباشر من جنيف. في المغرب، احتجاجات متواصلة تؤجج الشارع، وحكومة المخزن تسعى بكل الطرق لإخراس الأصوات وخنق الحريات. إكرام قاضي تفصل.
لا يزال النظام المخزني يصم آذانه عن مطالب شعبه المشروعة، نظام فاشل في كل مرة يقف أحد قطاعاته منتفضا، وهذه المرة الضرر طال قطاع الفلاحة، فاحتجاجات العمال المزارعين بإقليم شتوكا آيت باها متواصلة تنديدا بأوضاع العمل اللا إنسانية والمطالبة بتحسين الأجور بالقدر الذي يضمن كرامتهم ويتماشى مع الغلاء الفاحش ووقف انتهاك حقوقهم. تطويق أمني مشدد واعتداءات جسيمة طالت المحتجين، حراك سلمي لآلاف المتظاهرين، لكن السلمية ليست في قانون المخزن الذي سرعان ما حوله إلى فوضى بالقمع والضرب. صوت العمال والعاملات في شتوكا آيت باها زلزل صمت اللامبالاة الذي أرهقهم بالاستغلال، ليكون ترجمة حية للغضب الذي تحدوه بحراكهم السلمي الذي دعمته جبهة نضالية تشكلت من هيئات ديمقراطية وسياسية في المغرب والتي تحمل المسؤولية الكاملة للحكومة، مطالبة بفتح حوار جاد يكون فيه للكرامة مكان وللعدالة طريق. في تطورات الوضع الميداني بفلسطين المحتلة، تستمر الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني منذ 14 شهرا، واستشهد فجر اليوم 33 فلسطينيا وأصيب وفقد آخرون في قصف صهيوني لثلاثة منازل في مناطق مختلفة بقطاع غزة، كما استشهد 51 فلسطينيا في غارات صهيونية على القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية بأن الاحتلال استهدف المستشفى الأندونيسي عدة مرات ما أدى لإصابة 6 مرضى، كما استهدف مولدات الوقود والطاقم الذي حاول إصلاحها. عودة إلى أخبار الوطن، لنأخذكم في جولة استكشافية للحظيرة الوطنية لجرجرة، المنطقة المصنفة ضمن المواقع الطبيعية العالمية بفضل تنوعها البيولوجي ومناظرها الآسرة. فاطمة الزهراء بن فرج الله. الحظيرة الوطنية لجرجرة محمية طبيعية مصنفة عالميا من طرف اليونسكو، وهي تسخر بمؤهلات جعلتها متحفا مفتوحا للسياحة البيئية. عندها بزاف حوايج، عندها مناظر طبيعية بالبزاف، عندها جبال، عندها كاين لاك غير مور هذه، كاين لاك كبير بالبزاف. وقدهم كان لاجي قرا عن طلا ياكل قس نفدز سقول النار لغاشات تروحون سيا وسيا لي فامي ياك سيا وسيا لي زاتليت بكري يبداو لا سيزون تاعهم هنا لا تيك تام دي شامبيون. كيما توفيق مخلوفي بطل اولمبي كان ينطرين هنا، بزاف دي زاتليت جازوا على تيك تو. هناك كما المنطقة العازلة مخصصة للبحث العلمي، لا يسمح لها بالدخول إلا للباحثين. المنطقة الثانية وهي منطقة عازلة مخصصة لبعض النشاطات التي تتلائم وتتوافق مع التنمية المستدامة كممارسة الرياضات الجبلية والسياحة البيئية. التنوع البيولوجي بهذه الحظيرة أضحى مادة أساسية في مجال البحث العلمي، كما تضم ثروة حيوانية نادرة. رانا درك هنا عند لو فولين تاع الحيوانات، وين نلقاو الكواسر كيما النسر المصري، ونلقاو ثاني ثدييات كيما الضبع لايان. المحمية الطبيعية لجرجرة فضاء للاستكشاف ووجهة سياحية خلابة. ختام النشرة، إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. ضبط 23 ألف طن من مادة القهوة الخضراء المستوردة مخزنة على مستوى الموانئ الوطنية والمواجهة للمضاربة وإحداث الندرة. فخر الأمة ودرع الوطن تعنون افتتاحية مجلة الجيش، وتؤكد أن تثبيت دعائم الجزائر وتعزيز مكانتها المرموقة إقليميا ودوليا مسؤولية عظيمة نتحملها جميعا حفاظا على أمن واستقرار الوطن.
تأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي للإنهاء السريع وغير المشروط للاستعمار في الصحراء الغربية بجميع أشكاله خلال أشغال مؤتمر جنيف الدولي المخلد للذكرى 64 لاعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. بهذا نصل إلى طي أوراق النشرة. السلام عليكم.